من السهل الملاحظة والاعتراف بأن أبو ظبي كنز معماري، فهي تحوي أول ناطحة سحاب دائرية في العالم، وأول مبنى يصل ارتفاعه إلى 300 متر، وأول مبنى يرتفع 30 طابقا عن سطح الأرض، كل ذلك في جوهرة الشرق الأوسط أبو ظبي. إن كنتم من محبي العمارة والفنون، تعالوا لنتعرف سويا على أجمل المباني والنصب المعمارية في هذه المدينة. قصر الإمارات. يعرف قصر الإمارات بكونه واحدا من أرقى الفنادق في العالم، ولا يمكننا وضعه ضمن التصنيف الاعتيادي للفنادق، حيث يمتد عبر مساحة قدرها 84 هكتارا، ويضم شاطئا خاصا ومرسا للسفن، ويمكننا اعتباره أشبه بقصر فخم لم يسبق للمنطقة أن شهدت أي شيء مثله. قصر لائق بالملوك والأمراء، حيث يقسم هذا المبنى إلى جناحين فندقيين وقصر للضيوف ومساحات واسعة من الرمال، كما يتألف من 114 قبة يصل ارتفاعها إلى 80 مترا، ويحوي على 394 غرفة وجناحا. صمم المعماري جون إليوت هذا القصر الفاره، وهو نائب رئيس شركة ويمبرلي أليسون تونغ أند جو، وهي شركة عالمية متخصصة في بناء الفنادق الفخمة. افتتح هذا القصر في آذار من عام 2005، وزاره عدد من النجوم والمشاهير العالميين، كما بلغت تكلفة بنائه 3 مليارات دولار أمريكي، وهو يحل في المرتبة الثانية ضمن قائمة الفنادق الأكثر تكلفة في العالم. فندق ياس أبو ظبي. يدعى أيضا بفندق ياس مارينا، وهو أيضا فندق فخم صممه كل من هاني رشيد وويلز آن كوتور، وهما شخصيتان بارزتان في مجال العمارة. كان فندق ياس أول فندق في العالم يبنى ضمن مضمار سباقات الفورمولا 1، ويتألف من برجين ارتفاع كل منهما 12 طابقا، واحد منهما فوق مضمار السباق والآخر في المرسى، ويصل بينهما جسر زجاجي مغطى بهيكل حديدي مزين ببنية شبكية ساحرة. أي يمكننا القول أن هذا الفندق عبارة عن 217 مترا من الزجاج والحديد المنحنيين بانسياب، ونظام إضاءة باعثا للضوء يسمح ببث فيديوهات على ألواح من الزجاج متغير اللون والشبيه بالألماسة، بالإضافة أن هذا الفندق يخلق مظهرا ديناميكيا في الليل، حيث ينير سماء أبو ظبي بشكل يحبس الأنفاس. أبراج الاتحاد. صممت هذه الأبراج كجزء من مسابقة تصميم معماري دولية، وبنيت عام 2011، وهي عبارة عن 5 أبنية مدهشة وعملاقة تقع مقابل فندق قصر الإمارات. تبدو الأبراج شبيهة ببعضها من الخارج، ولكن هذه الأبراج الخمسة ليست متطابقة على الإطلاق. 3 أبراج منها متخصصة للسكن، بينما خصص برج واحد للمكاتب، والآخر هو فندق يحوي واحدا من أفضل البارات في البلاد. إن زيارة هذه الأبراج بمثابة رحلة في عالم الخيال، حيث تحوي على 14 مطعما وعلى محال تجارية ومحال عالمية بمساحة تمتد ل6500 متر مربع، بالإضافة إلى صالة للرقص مساحتها 1800 متر مربع، وتتسع ل1000 إلى 1400 شخص. ويحوي أعلى برج من هذه الأبراج على سطح للمراقبة في أعلاه، حيث بإمكان الزوار الاستمتاع بالمناظر الخلابة ورؤية قصر الإمارات وجزيرة السعديات. وقد تم تصوير فيلم الأكشن الشهير فاست أند فيوريو 7 الذي صدر عام 2015 ضمن هذه الأبراج. جامع الشيخ زايد الكبير. يقع هذا الجامع ضمن مشهد طبيعي خلاب وجميل، وهو أحد المعالم الرئيسية التي يزورها السياح عند مجيئهم إلى أبو ظبي، وبصرف النظر عن أهميته الدينية، فهو يحوي أيضا ضريح أول رئيس للإمارات العربية المتحدة، ألا وهو زايد بن سلطان. من الناحية المعمارية، يعد هذا الجامع تحفة من الفن والتصميم المعاصرين، حيث استمدت تصاميم القبة والأرضية من مسجد بادشهاي في باكستان، بالإضافة لتأثره بأسلوب العمارة الفارسي والمغولي والمغاربي.
عمل أكثر من 3000 عامل و38 شركة مقاولات لبناء هذا الجامع. ومن الداخل فأغلب المواد المستخدمة في البناء كانت طبيعية كالرخام والحجارة والذهب والكريستال والسيراميك، وهو أيضا واحد من أشهر المعالم الإسلامية وثالث المساجد من ناحية الحجم في العالم. قصر الحصن في بلد يذخر بناطحات السحاب والعمارة الحديثة، من الصعب أن نعثر على أبنية وعمارة قديمة، لكن قصر الحصن أحد الأمثلة التي تتيح لنا استكشاف الجانب التاريخي من الإمارات، حيث يقع القصر في شارع زايد الأول، وهو أول بناء حجري في المدينة، ويعرف أيضا باسم البرج الأبيض. يذخر هذا البناء بالتاريخ المعماري والأثري للمدينة، وهو واحد من الأبنية القليلة التي لا زالت تحتفظ بجذورها البدوية، بينما استولت الحداثة على معظم جوانب الحياة هناك، حيث بني هذا القصر عام 1761 وكان برجا للمراقبة، ثم أصبح حصنا صغيرا عام 1993 تحت حكم الشيخ شخبوط بن ذياب آل نهيان، وتلا ذلك توسع في البناء، واستمر الأمر كذلك حتى ثلاثينيات القرن الماضي، حيث شغل الحصن قصر الأمير ومقر الحكومة حتى عام 1966. والآن تقام احتفالات سنوية تستمر لأحد عشر يوما احتفاء بهذا الحصن، حيث يمثل آخر ما تبقى من العمارة والفنون التقليدية في دولة الإمارات. قلعة الجاهلي تقع هذه القلعة في مدينة العين التابعة لإمارة أبوظبي، وهي واحدة من المباني التاريخية في الإمارات العربية المتحدة، حيث تم بناء القلعة في سنة 1891 للدفاع عن بساتين النخيل في أبوظبي، كما استخدمت أيضا للدفاع عن الممرات الجبلية والحفاظ على السلام في المنطقة. وتعتبر القلعة اليوم أحد المعالم المهمة في مدينة العين، لكنها أيضا خضعت للعديد من عمليات الصيانة والإصلاحات بهدف الاحتفاء بها كإرث تاريخي وثقافي للبلاد، حيث تحوي القلعة معرضا دائما يضم أعمال الرحالة البريطانية السير ويلفريد فيتجر الذي أقام في المدينة وخلف الكثير من الصور والخرائط للمنطقة. ويجب ألا ننسى الحدائق والمناظر الطبيعية الجميلة هناك، مما يعطي القصر خلفية طبيعية رائعة. جسر الشيخ زايد صممت المهندسة العراقية الرائدة في مجال العمارة زها حديد هذا الجسر ليكون رمزا للفخامة والعظمة التي تتمتع بها مدينة أبوظبي، حيث يبلغ طول هذا الجسر 842 مترا، ويعتبر من أعقد الجسور التي بنيت على الإطلاق. صممت زها حديد الجسر ليخلط بين التقليد الإسلامي وأسلوب الفن العربي، وهدفت إلى جعله جوهرة التاج لدولة الإمارات، حيث تمنحنا أقواس الجسر المنحنية والكثبان الرملية المتموجة في الصحراء المحيطة بمدينة أبوظبي منظرا خلابا للغاية. وأفضل وقت لمشاهدة هذه المعجزة المعمارية هو الغسق، حيث يضيء الجسر بألوان رائعة تضيء قناة المقطع. مقر مبنى الدار أول ناطحة سحاب دائرية في العالم، وهو أول مبنى من هذا النوع في الشرق الأوسط، حيث يشبه إلى حد كبير العملة النقدية بسبب شكله البيضوي واللامع، كما اعتبر أفضل تصميم مستقبلي في عام 2014. يحتوي المبنى على 12 مصعدا بالإضافة إلى مصعد دائري هيدروليكي، ويتألف من 23 طابقا، ويبلغ ارتفاعه 110 أمتار، كما يقع في شبه جزيرة مرتفعة، فيطل بذلك على مناظر البحر والمدينة الجميلة. اللوفر أبوظبي من تصميم المعماري جان نوفيل، وهو متحف فني في أبوظبي شقيق لمتحف اللوفر في باريس وفق اتفاقية وقعها البلدان، لكن متحف أبوظبي يتميز بأسلوب العمارة والتصميم الإسلامي العربي، ويعتبر من أحد معالم الفن والعمارة في القرن 21.
يتميز المتحف بقبته التي تسمح لأشعة الشمس بالدخول، حيث ترتفع القبة على 4 أعمدة، مما يمنح الزائر شعوراً أن القبة معلقة في السماء. أما من الناحية الفنية، فكان الهدف من المتحف تقليص الفجوة بين الفن الشرقي والغربي، ويقع المتحف في جزيرة السعديات، وتبلغ مساحته تقريباً 24,000 متر مربع. بوابة العاصمة، أحد أجمل وأروع المباني المعمارية في أبوظبي، وهي ناطحة سحاب لقبت ببوابة العاصمة، والتي تعتبر من أغرب المباني في العالم، حيث تتجاوز ناطحة السحاب هذه كل الحدود المعمارية والفيزيائية لبناء ناطحات السحاب. استلهم تصميم المبنى من برج بيزا المائل في إيطاليا، لكن ناطحة السحاب هذه تميل بزاوية أكبر ب4 مرات من درجة ميل برج بيزا، لكنها أكثر ثباتا واستقرارا من البرج، حيث بنيت فوق الفولاذ المقوى، ويبلغ ارتفاعها 160 مترا، وتحتوي على 35 طابقا. كل ذلك أدى لدخول الناطحة في كتاب جينيس للأرقام القياسية. وأنت، هل زرت أحد تلك الأبنية المميزة من قبل؟